ظاهرة الحرقة اليوم في تونس اللي قاعدة تتفاقم نهار بعد نهار بالرغم من المشاهد المأساوية اللي قاعدين نشوفوا فيها كل يوم، برشا معناها جثث قاعدة تخرج من البحر، برشا عائلات تدمرت، برشا عائلات فقدت أبنائها من جرة الظاهرة هذه اللي قاعدة كما قلت لك تتفاقم. شنو رأيك؟ والله ايش نقول لك، حاجه للاسف معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه وقاعد يتكرس كل يوم وقاعد يتجدد معناها عبر الزمن وعبر الوقت، معناها هو حكايه الحرقه هذه ونتائجها الكارثيه. للاسف الوضع الاقتصادي واجتماعي صحيح مخترم كارثي في البلاد، وضع معناها يدفعك انك باش تغادر بلادك، مش محبه معناها مغادره البلاد، كله معناها النتائج هذه كانت لها سلبيات، والحكومات اللي متعاقبه اللي جات واللي كانت واللي موجوده واللي ما زالت موجوده الان ما عملتش حلول وما فشتش الحلول، كانت تبحث كان على حلول وهمية أو حديث معناها جانبية، ما تتعرضش للواقع التونسي، ما تقربش له، ما تلمسش الحقيقة والواقع متاع الوجيعة التونسية كل شيء. هذاك علاش من أجل ذلك قاعدين توك نشاهد معناها في ناس حتى من الكوادر معناها من نخب البلاد قاعدة تركب وتركب في البحر، وطاقم كما يقولوا اللي هم مقتنعين البحر معناها مسلك وخطير، ولكن هناك معناها من الظروف الصعبة ما تخليك باش تركب البحار، وكما يقول الشاعر من يركب البحر لا يخشى الغرق، لكن هؤلاء يعرفوا يعملوا يحسنون السباحة، ورغم ذلك معناها هم الآن مفروض عليهم باش يمشيوا. وهذا للأسف معناها للأسف نزيد نكروه، حكومات الموجودة في الساحة ما لقتش حلول للموضوع هذا، كلها شعارات كلها أوامر معناها جوفاء، ماهيش قاعدة تقدم بالبلاد، مش قاعدة تمشي للواقع التونسي، قاعدين مجرد معناها شعارات ترهات فارغة قاعدين يبثوا فيها للعامة الناس، وهذا ما يخلق اليأس وخلق برشا قنوط وخلق معناها ها قاعدين نشوفوا ان البحر الان والكوارث معناها موجوده. انا نعيش لبرا 20 سنه غربه، ما نشجعش على الحرقه، لانه تعيش في بلادك هنا ذل واحسن ما تمشي لاوروبا، خاطر في اوروبا فهمتني ما عندكش اوراق ما تنجمش تعيش. شوف تو الازمه في اوكرانيا وروسيا، يعني ما صعيبه الاوروبا صعيبه، ما عندكش اوراق ما تنجمش تعيش. لكن بالرغم هذا يغامروا معناها خاطر ما همش دارين شنو اللي يصير غادي، اللي يمشي يتعب غادي. شنو تقول لهم انت؟ انا ما نشجعش، انا عايش في بلادك لهنا فهم، شوف تصرف تعملش حكايه تخدمش خدمه، تكون قنوع باللي عطاهولك ربي، وكاو الواحد يحمد ربي هذاك اللي كاتب لنا، نحاولوا نصلحوا بلادنا ونخدموا بلادنا وحتى مشروع صغير ينجم ينجح في تونس. راه هذا تو شيء وقعنا راه، ومازالوا شفت كل يوم يموتوا وكل يوم يموتوا عائلات مش لعب، ومازال باش يصير ومازال، علاش خاطر الوضعيه هذه سيئه برشا راهي، العباد فدت، العباد صدقني 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 ما عاش عندها امل في البلاد هذه. هاو نشوفوا في البلاد هذه 11 مليون رانا المفروض رانا عايشين، هاك تشوف فيهم الحكومه نتاعنا فهمت تجري وتستعمل باش تعمل، لكن ما يكفيش يا ودي، العباد قاعدين يهلكوا فيها البلاد، يعطلوا فيها، ما يخليوش عباد، العباد عايشه وعباد ميته، راه ولا غالب هذيك هي الوضع نتاعنا، راه شوف عندك باش تعمل في البلاد هذه، عباد تموت عندهم امل، يقول لك يا خويا خليني نمشي، شوف في امه وشوف في خوه وشوف في ابوه، ما عندوش حق عشاء فهمت، ما كناش هكا، كنا قبل التونسي كان يفضل ويعمل فواياج وكان فهمت يخلي، وكنا نمشيو لايطاليا بقدرنا ونمشيو للدول العربيه بقدرنا ويحسدونا، والله العظيم كنا الدول العربيه يحسدونا التوانسه، يقولوا انتم عايشين في جنه وقت بورقيبه وقت الزين، اما على غالب تو وصلنا فهمت التونسي ولا منعوت بالصباع، منعوت بالصباع، لا ثقافه لا خدمه لا عنده لا فهمت شهايد لا عنده شيء فهمت، في مخه كان مشي للفساد وفي مخه مشي باش يسرق ويخطف، هلا غالب نحن الدوله نتاعنا ما متلهتش بينا، راه متلهتش بشبابها، وكان جات تلهت بشبابها راه فهمت عطرتهم وعلمتهم صنعه، وراه فهمت معناها فهمت خرجتهم معناها رجال، وراه فهمت تحطهم في الدوره الاقتصاديه يخدموا، وراه تعطي الاراضي فهمت اللي مسيبه مهمله راه يعملوها فهمت قمح ويعملوها فهمت واحد شعير. انت تو تسيب صغيرك يحرق، ولا انت ما تفيقش بهم شيء من قله التربيه ذي الساعه بالبدايه، وثاني حاجه تحمل مسؤوليتك على الدوله، علاش بعثته الدوله عملت له فيزا عملت له باسبور وعطاته خدمه غادي ومشى، كيفاش تحمل الدوله مسؤوليته صغارك، كيفاش يعملوا العميله ذي، هنا راني داخل انت تربي صغيرك انت تنهيه، وكيف يحرق ويموت مسؤوليته، هو كتب له باش يموت غادي ماشي مات كاوسيتو، شنو نحمل المدير نحمل الرئيس ونحمل ونقول سيد الرئيس سيد الوزير، اش دخلهم في الحكايات، يعيشوا معاكم ربوا اولادكم معاكم،
لا بنتي راهم غالطين وما لقاو شكون يجاوبهم. الناس هذوما راه غالطين ما يسالش، عديها الكلمه ذي. انت ربي صغيرك، ربي صغيرك باش صغيرك لا يفكر لا في ان شاء الله. حتى هي الناس هي تعيش هنيه، هي عايشه العباد بدينار تاكل وبدينار تفطر وعادي عادي. حتى كي يجي في الشارع بلي اعطيني دينار توانس تحن على بعضها راه ويحبوا بعضهم راه. اما باش تقول لي بنتي هذه الحرقه ورويق حبذوه توا ذي جديد وحك راسك برا احرق وحمل مسؤوليتك للدوله، نو نو انا ما استعرفش بها الكلمه ذي. احتراماتي لبلادي انا عايش فيها وامي صحيح، اما الام كي ما تحنش على اولادها شنو نعمل بها انا الام؟ شنو نعمل بها؟ نمشي بلاد الناس ناقل حنانة، ناقة مستقبل، ناقة فلوس، ناقة برشا حاجات، أما زاد ما يمشيش ويتيش روحه في البحر هكاك، لازم على الأقل يعمل صنعة في تونس، أبسط الحاجات يسمع شهادة نتاع حجامة، يبدلها بالترجمة باللونجلي ويقصد ربي على الأقل كي باش يمشي لهم غادي هما باش يسألوه ورا، يقولوا جاينا مرحبا بك، شنو اللي عندك باش تخت؟ أعطينا شنو باش تخت؟ باش يقول لهم باش نبيع الغابرة؟ ما عندك كلها باش تمشي للسكة هذيك والسكة النهاية خايبة نتاعها، يا بالقتل يا يشدوهم يحولهم كلاويهم ويمشيوا بيستيتاجي، معناتك يبدا بصنعته على الأقل ما يحيرش. أنت كان تجيك فرصة باش تحرق من الاثنين نحرق. معناها كان تجيك فرصة؟ نحرق. هاي نخدم ونحرق. بلادك؟ بلادي وين بلادي؟ أنت ماخذ حق في بلادك؟ حتى واحد ما ماخذ حق في بلادك. لما أنا نعرف شكون حرق وروح. مش الجنة معناها اللي ما هيش الجنة، ما هيش الجنة. فهمتني الاوروب يمشي له واحد قاري مثلا عنده اوس بيلدونغ ديبلوم بي حاجه فهمتني، اما ماشي كيك ما عندكش حتى صنعه في حياتك وعلاش ماشي باش تخدم المرمى ما يقبلوكش، يلزمك لغه يلزمك برشا يلزمك دار يلزمك شكون يتولها بيك فهمت هذيك. انا ما نشجعش يعني صراحه، كل شاب تونسي يحاول يصلح روحه لهنا في بلاده ويخدم بلاده احسن.